الأمور اللي هتحصل أو هناك حالة من عدم الاتزان كان يجب إن هي يجب الموافقة على ما عمله أو ما فعله النادي الأهلي في البداية أو ما كان يريده النادي الأهلي في البداية. هل هناك حقوق للنادي الأهلي يجب أن يتم الحفاظ عليها وماذا سيفعل النادي الأهلي؟ آه طبعًا، بس خليني أوضح لحضرتك ومشاهدينك الكرام إن الكارثة التي وقعت اليوم وهي رفض مد القيد الإفريقي 5/8 ده كان أمر متوقع. متوقع؟ أمر متوقع ليه؟ مسألة مد القيد ل5/8 ده صدر في إطار تصريح للمهندس هاني أبو ريدة مع بيان اتحاد الكرة اللي أصدره، وقال الأهلي على حق وكل اللي بتقولوه أنتم معاكم حق فيه، وإحنا هنحاول نتجنب الكلام ده في مرحلة لاحقة، ودايما بنراهن على وطنية النادي الأهلي. وده اللي حصل. لكن هذه المسألة كان وارد إن هي تحصل، وارد إن هي تحصل، لأن الاتحاد الإفريقي بدءا من 1/8 هو معين له مندوبة من قبل الاتحاد الدولي لإدارته، وبالتالي هتمشي بدون استثناءات. يعني حضرتك إنك تاخد قرار بمد القيد ل5/8 للفرق المصرية، أيضا دي مسألة فيها كلام، لأنها بتدي الفرق المصرية ميزة عن الفرق الإفريقية الأخرى، وممكن تبقى الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية أو دوري الأبطال محل طعن من الفرق الأخرى لعدم المساواة. تمام. الأمر الثاني، النادي الأهلي لما قال يا جماعة يجب إنهاء الدوري بأي صورة قبل 30/6، لأن ده هيترتب عليه نتائج كارثية ليس للنادي الأهلي فقط بل لكل الفرق المصرية المشاركة في أبطال الدوري وفي الكونفدرالية. مظبوط. لأن حضرتك مرتبط بمواعيد، وهذه المواعيد قاطعة، ومخالفتها بيترتب عليها البطلان. مظبوط. عند حضرتك لحد 30/6 المفروض القيد المحلي، بعد القيد المحلي بيبدأ القيد الإفريقي من 1/7 ل30/7 على 3 مراحل. مظبوط. المرحلة الأولى حضرتك بتقيد القائمة الأولى، ثم القائمة الثانية اللي من 10 ل20، اللي من 20 ل30 ده بيتم قيده بغرامات. يعني حتى لو افترضنا إن هيتم القيد من 28 ل30 وهي فترة 24 ساعة أو 72 ساعة، هذا القيد هيتم بغرامات أعتقد تقريبا لكل لاعب 250 أو 500 دولار تقريبا. نعم. فهذه الغرامات دي تعتبر نوع من الخسائر. الأمر الثاني، إن ما عندكش فرصة ولا عندك وقت إن لعيبتك اللي تقدر تسوق لعيبة أو تكتسب، لا ما عندكش فرصة لأي حاجة خالص. مظبوط. بعيدا عن مسألة إن ده الموسم الثالث اللي الأهلي بيلعبه بشكل يعتبر متلاحم، اللي حصل النهارده ده أنا في تقديري إنه كارثة هيترتب عليها أضرار. هيترتب عليها أضرار، وفي مشكلة تانية واجب على اتحاد الكورة إن هو يرد علينا فيها. أيوة فهمت. إنه كان يتعين على اتحاد الكورة إنه يخاطب الاتحاد الإفريقي بالفرق المشاركة في أبطال الدوري، وهم فريقين الأول والوصيف. أنت ما تقدرش حضرتك دلوقتي تقول مين أول الدوري المصري ومين الوصيف. مظبوط 100%. كل ده أقول. الأمر الثاني، الكونفدرالية نفس الكلام. مين الثالث ومين الرابع؟ مين الثالث ومين الرابع؟ لم تحصل. فكرة إنك تعملها بقى، يعني فكرة الفهلاوة، لا أصل الأهلي والزمالك دول أول وتاني، وبيراميدز والمصري ثالث ورابع، لا الكلام ده مش دقيق، والكلام ده ممكن يتغير، يكون محل طعن. الامر الثاني، هل الاتحاد المصري اخطر الاتحاد الافريقي بالفرق المشاركه واحنا فاضل لنا، او قد يكون الوقت اللي محدد لاختاره ده لازم يبقى ب30/6، ان لازم الاتحاد المصري يخطر بالاول والثاني والثالث والرابع قبل 30/6. بعد 30/6 هذا الامر جائز ولا مش جائز؟ يؤسفنا اقول لك ان مازال موقف مصر ده الاتحاد الافريقي موقفها من الفرق المشاركة مازال معلق حتى الآن. ده خطر جدا اللي حضرتك بتقوله ده. ده خطر جدا طبعاً. جدا جدا طبعاً. يعني كل الدول اختارت الاتحاد الافريقي بفرقها المشاركة ما عدا 3 دول. مصر وليبيا ودولة اخرى، بس هو الورق مش قدامي حاليا. حتى الآن لم يصل على وجه رسمي للاتحاد الافريقي الفرق المصرية المشاركة، والوقت فات. الوقت للاسف فات، فانا ما اعرفش اتحاد الكره في هذه الكارثه هيعمل ايه. مصر وليبيا ومالي هم ال3 دول الوحيدين الذين لم يخطروا الاتحاد الافريقي بفرقهم المشاركه، سواء في بطوله الانديه ابطال الدوري او
يعني تونس ارسلت والمغرب ارسلت والجزائر ارسلت، كل هذه الدول ارسلت، لان الناس دي كلها. والله يا سياده المستشار، لو كنا سمعنا، ويمكن انا حتى لو كنت خارج قناتي كنت لازم هقول الكلام ده، كان لازم نسمع كلام النادي الاهلي، وكان لازم ان يجب ان يكون هناك، او يجب ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم باي طريقه. عارف حضرتك يا سياده المستشار، طلعنا هنا قلنا ايه؟ قلنا اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب، بس نخلص السنه اللي فاتت دي بوحشها بحلوها بمرها بكل حاجه، بعيدا عن مين البطل ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر. في نتائج كارثيه هتترتب على هذا الامر. حضرتك قلت اربع نتائج مهمه جدا. لا، لسه في نتائج اخرى. اتفضل يا فندم. اتفضل. كويس. اتفضل. مؤكد ان هي تقع، هتقع. وبعيدا عن الخسائر الماديه، انا لا، الخسائر الماديه النادي الاهلي بيوثق ملف بالخسائر الماديه اللي هتقع عليه، واحنا بالفعل تقدمنا، احنا عملنا اجراءين، وهذين الاجراءين هما اجراءين لازمين وضروريين قبل اللجوء للاتحاد الدولي لكره القدم او المحكمه الرياضيه الدوليه، حال ما اذا ارتأت اداره النادي الاهلي الاستمرار في هذا الاتجاه. وبالتالي احنا لجأنا لمركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه عشان نحاول ننهي الدوري قبل 30/6. للاسف كان الوقت ضيق. هذه الدعوه اصبحت دعوه تعويض، هنوثق كل الخسائر اللي لحقت بالنادي الاهلي من جراء هذه القرارات العشوائيه المتضاربه الغير مدروسه، ومن المؤكد ان ان شاء الله يتحكم لنا بالتعويضات عن الاضرار التي اصابت النادي الاهلي. الاجراء الثاني اللي احنا عملناه، وهو لجنه التظلمات بالاتحاد المصري لكره القدم. نعم. هذه اللجنه اصدرت قرار امس الاول، او كانت الجلسه اعتقد الخميس، اصدرت قرار باحقيه النادي الاهلي في كل ما طلبه في عريض الدعوات. وايضا قالت في اسبابها انها بتهيب بالاتحاد او بتستحس بالسعي لدى الاتحاد الافريقي في موضوع فتح القيد حتى 5/8، وده الامر اللي فشل فيه الاتحاد المصري، وكانوا يتحدثون بثقه غريبه، لكن في نفس الوقت ده نوع من الاستثناء، مش ده الاصل. فاحنا كل المواعيد المقرره لقيد الانديه او لقيد اللعيبه بعضها فات والبعض الاخر محل شك، محل شك للاسف الشديد. فاحنا للاسف الانديه المصريه المشاركه افريقيا هتبقى فرطه كبيره، ونامل ان الامور دي تحل بقى بصوره افضل او باقل الخسائر. امتى يا فندم ممكن نعرف الكلام ده؟ يعني دلوقتي كل هتلاقي كل جمهور النادي الاهلي قلقان. انت النادي الاهلي طالب بامور، ان تنتهي اقلها الحقيقه ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. الناس كلها ساعتها قالت لك ايه؟ قالت لك اصل النادي الاهلي عايز يفرض كلمته وكذا وكذا وكذا. اتضح صدق كلام النادي الاهلي، واتضح صدق مطالب النادي الاهلي، وان هو لا يريد الا المصلحه العامه، مصلحته طبعا المصلحه العامه. كابتن اسلام، انا عايز اقول حاجه. اتفضل يا فندم. اثره النادي الاهلي في كتابه وفي خطابه للاتحاد المصري لكره القدم اعتقد في 8/6 الجاري، هو شان عام مصري ورياضي. مزبوط. وشان عام يخص الرياضه المصريه، والنادي الاهلي ما اتكلمش في قضايا خاصه، والنادي الاهلي ايضا لم يطلب مطلب خاص او ميزه خاصه. النادي الاهلي حذر من كوارث تترتب على هذه القرارات، وللاسف الشديد ان هذه النتائج الكارثيه اولها بدا يتحقق النهارده، ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. طب امتى يا فندم ممكن ان جمهور النادي الاهلي يعني يتاكد من سلامه موقفه، او ان الورطه اللي اتحطينا فيها دي؟ كل الاحوال موقف النادي الاهلي سليم، مشاركته في افريقيا ان شاء الله محققة، لكن هيبقى عند حضرتك مهمة جدا مشاكل في تسويق اللاعبين اللي حضرتك مش عايزهم، او في اكتذاب، او في التعاقد مع اخرين، او في قيد هذه القوائم. طبعا لن تعمل بأريحية. يعني المفروض كان عندك فترة شهر كامل، الشهر دوت اصبح 48 ساعة. يعني المسألة مشكلة، وهيبقى لها آثار ممتدة. إذا حضرتك بتقول لجمهور النادي الأهلي إن هم ما يقلقوش من المشاركة الأفريقية، ولكن هي بس إن شاء الله الأمور تتظبط الفترة اللي جاية. طبعا في كل الأحوال يطمئن جمهور النادي الأهلي، إن النادي الأهلي إن شاء الله موجود بقوة في أفريقيا، لكن بنعمل وبنشتغل والإدارة بتعمل في ظروف صعبة وقاسية جدا، في ظل منظومة
اتضح كل شيء يا فندم للناس سبحان الله طبعاً، من عند ربنا يعني مش من عند حد، منظومه يعني بعيده تماما عن الاحترافيه وبعيده تماما عن المصلحه العامه وقراراتها غير مدروسه، والاثار اللي بتترتب على هذه القرارات ايه ايضا غير مدروسه، وفي النهايه الاضرار بتقع على الفرق المصريه وبالتبعية على الرياضه المصريه ككل. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم المستشار محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الاهلي.